الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله نفهم صفات ربنا سبحانه وتعالى نقول هناك صفة اسمها صفة الوجود هي الصفة النفسية وصفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية ماشي؟ أول صفة هي صفة الوجود الصفة النفسية لماذا سميت بالنفسية؟ ها مين عارف؟ لأنها هي نفس ذاته ليست معنى زائد عن الله عز وجل فنقول ذات الله سبحانه وتعالى موجودة إدراكي وفهمي لهذا المعنى وأنه سبحانه موجود ليس هناك معنى زائد على الذات هنا ذات الله موجودة خلاص تصورت أنه ذات الله حقيقي ما فيش معنى زائد غير لما أقول ذات الله سميعة على طول العقل أدرك حاجتين ذات الله وسمع الله صفة السمع لكن هنا لم أدرك إلا الذات فهمتم؟ لماذا قلنا إنها نفسية؟ لأن هذه الصفة لا تزيد عن ذات الله نفس الله عز وجل واضح؟ ليس هناك معنى زائد لذلك هم الأشاعرة في المدرسة داخل المدرسة افترقوا قالوا هل هذه الصفة قائمة ولا ليست صفة قائمة؟ يعني نتكلم عنها باعتبارها قسم من الأقسام ولا لا بدما لو قلت إن الله سميع بصير يبقى ضروري أن يكون موجودا واخد بالك والإمام الأشعري نفسه لم يذكر على أساس إنها صفة نفسية لكن المدرسة من بعده قالت بهذا التقسيم علشان نستطيع أن نمشي خطوة خطوة واضح هذا يحسن به التعلم أن نقول إن الله موجود ثم بعد أن نثبت له الوجود نثبت بعد ذلك صفات السمع والبصر والإرادة إلى آخره عشان التعليم فقط واضح؟ لكن كلنا اتفقنا على أن هذه صفة ليست زائدة اللي احنا نريد أن نعرفه أن صفة الوجود ليست زائدة ماشي؟ طيب ثم نخلص التقسيم صفات المعاني اللي هي السمع البصر الكلام الإرادة الحياة بعد كده القدرة ها غششوني واحد اثنين ثلاثة تمام طيب يبقى هذه الصفات هي صفات المعاني لأن كل صفة من هذه الصفات معنى قائم بذاته تعالى أدركه بعقلي العقل كده لما أقول الله سميع الله بصير فعقلي هو طريقته في الفهم هكذا أن يدرك الشيء ويدرك ما نسبته إليه فنسبت إلى الله السمع إذن العقل يفهم مدلول كلمة الله خالق هذا الكون سبحانه ثم يفهم هذا المعنى بعد ذلك يبقى في معنى زائد اهو في ذهني أستطيع أن أفرق بين ذات الله وبين هذا المعنى المنسوب إليه الذي يدرك به سبحانه وتعالى بهذا المعنى كل المسموعات زي ما هنشوف تفصيل المعاني يبقى صفات هي المعاني كما قال صفات المعاني أي صفات هي المعاني هذا معنى وهذا معنى السبعة دول معاني قائمة بذاته سبحانه وتعالى معنى زائد أستطيع أن أفهمه بعد فهمي ذات الله عز وجل أو تصوري لذات الله عز وجل ثم المعنوي نعم آه نعم
العلم فتح الله عليك. ماشي، انا عمال اقول غششوني، ما حدش غششني والله. المعنويه، المعنويه بقى الحاصل من هذه الصفات، بعضهم احنا اختلفنا في هذا، كونه سميع هذا معنى قائم بذاته، يتحصل عليه انه سميع، يعني تصف الله بانه سميع، تصف الله انه بصير، تصف الله انه، وهكذا. فهذه هي الصفات المعنويه بعدما اثبت السمع والبصر والى اخره، تثبت بقى الصفه، اتصافه بكونه سميع، كونه بصير، كونه متكلم، كونه حي، كونه مريد، فاهم؟ يبقى هذا المعنى القائم وهذه الصفه. يبقى هذا هو الذي علينا ان نؤمن به جميعا. اختلفنا بقى في دي، نصف الله عز وجل بانه سميع بصير مريد متكلم ولا لا؟ اهل السنه يثبتونها لا مانع، المعتزله انكروا بعضها، ليسوا معنا، واضح؟ يبقى محصل هذه المعاني هي الصفات المعنويه، واضح؟ يبقى دي هذه في المقابله للمعاني. اخيرا السلبيه، الصفات السلبيه. يعني ايه الصفات السلبيه؟ كلمه السلبيه يعني ايه؟ ماذا اسلب؟ يعني امنع وانفي. قالوا تسلب عن الله النقص، يعني تنفي عن الله عز وجل النقص. فالسلبيه خمسه، ثم تليها خمسه سلبيه زي ما هناخد: القدم، البقاء، المخالفه للحوادث. القدم، البقاء، المخالفه للحوادث، الوحدانيه. فاضل ايه؟ القيام بالنفس. ذاكرين؟ واضح؟ كل واحدة من هذه الخمسة أنفي عن الله عز وجل نقصا، واضح؟ فالقدم أنفي عن الله عز وجل الحدوث، يعني العالم حادث ولكن الله عز وجل قديم، يعني لم يكن قبله عدم، فأنا أنفي عن الله أسبقية العدم. البقاء يعني الله عز وجل لا يفنى ولا يبيد، سبحانه وتعالى باق، فأنفي عن الله العدم والفناء. المخالفة للحوادث، ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى لا يشبه شيء ولا يشبهه شيء، واضح؟ الوحدانية، أنفي عن الله سبحانه وتعالى التعدد، فالله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، هنشوف كل ده بالتفصيل. أخيرا القيام بالنفس، أنفي عن الله الاحتياج، فالله ليس محتاجا لغيره. هذه هي منظومة الصفات عندنا في أهل السنة والجماعة، واضح؟ مجموعة الصفة النفسية، ثم المعاني، ثم المعنوية، ثم السلبية أخيرا، تمام؟ وهندرسها إيه؟ تفصيلا الآن. طيب، قال: بناء على مذهب الأشعري والمحققين من أن المعنوية ليست بصفات زائدة على المعاني، وأن الحق ألا حال. تفضل. نعم. لا، ده مش بعض العلماء، ده لا يقول أحد من العلماء بهذا أبدا. حاضر، شكرا لك على هذا السؤال.
الله موجود. بعض الناس غير العلماء طبعا قالوا لا يليق أن تقول الله موجود بناء على إيه؟ طبعا ده بناء على أن هم لم يدرسوا اللغة العربية. قالوا الله موجود، موجود هذا اسم مفعول، اسم مفعول، فإذا قلت موجود يعني الله له واجب. هذا تخريف، ليدرس اللغة العربية ويسمع هذا الكلام يضحك حتى يستلقي على قفاه. لماذا؟ لأن في اللغة العربية أفعال أو صيغ تأتي ليست على بابها. لما نقول نعم وهو أهون عليه، تمام، الله يفتح عليك، أهون عليه، لما نيجي نقول ويم يعني قريبة منه، ليست هي التي أريدها، أهون عليه الله عز وجل، هل هناك شيء أهون وشيء أقوى؟ لا، كل شيء ربنا على ربنا سبحانه وتعالى هي يستطيع أن يفعله بكون فيكون. يبقى ده ليس على بابه الفعل هنا. لكن اللي أنا اللي هو مثلا مثل إيه؟ وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين أيضا من هذا الباب، مش مقصود هو في خالق غير ربنا. ففي أمور كده تأتي صيغ في اللغة العربية لا تأتي على بابها، منها قول الشاعر أقرب لك المسافة برضه، لما إيه أراد أن يذم بما يشبه المدح فقال له إيه، دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعد فأنك أنت الطاعم الكاسي. الطاعم الكاسي، الطاعم الكاسي لما تيجي تسمعها كده، الطاعم يعني بيطعم، وكاسي يعني بيكسو، وليس مرادا به الطاعم اسم الفاعل، وإنما مراد منه اسم المفعول يعني المطعوم والمكسو. يعني بيقول له أنت لا ليست لك علاقة في المكارم أصلا، ده أنت بتجلس والناس بتأكلك وبتشربك وبتعمل لك كل حاجة. فظاهر العبارة أنه يمدحه وهو يذمه، فهمت؟ فالله موجود ليست على بابها، ليست اسم مفعول. وإلا قالوا الإمام أبو الحسن الأشعري، قالوا اتفق المسلمون جميعا على أن الله موجود. ليه؟ قال بمعنى إيه؟ موجود لها معنيين. موجود لما أقول الله موجود يعني لها معنيين، يعني حقيقة ثابتة. أنت تريد أن أنت تقول الله ليس وهم، فإيه العبارة التي تساعدك على ذلك؟ أن ربنا ليس وهم، موجود يعني وجوده حقيقي، ماشي؟ ده الأمر الأول، المعنى الأول. المعنى الثاني موجود بمعنى وجده الناس أي علموه، ومنه قوله تعالى، عشان هم برضو لم يقرأوا القرآن، فوجد الله عنده فوفاه حسابه، واضح؟ فالمادة وردت في القرآن أصلا، وجد الله عنده فوفاه حسابه، يعني الله عز وجل نحن نتعلم أو علمنا وجود الله عز وجل. وجدت الله أي علمته، فموجود هنا يعني معلوم لي، مش معنى أن حد أوجده، واضح؟ أخيرا عشان نعرف أن هم لا علاقة لهم بالعلم البتة، إذا أردنا أن نعبر عن أن أحدا أوجد أحد، لا نقول موجود، نقول موجد، واضح؟ موجد يعني أوجد فلان شيئا فهو موجد، واضح؟ يبقى إذن قولهم الله موجود خطأ في العقيدة، ده محض تخريف لا يناقش في يعني في المجالس العلمية، لكن لابد أن نعرفه، لأن الناس شاعت عند بعض الناس أو كثير من الناس للأسف، واضح؟ فهمت؟ نعم تفضل.
تمام. تاني معلش ارفع صوتك لو سمحت. طيب ده درس سيأتي بعد ذلك. انت سألت في الموجود فده معان، لكن القدرة والتأويل والكلام ده ده يأتي بعدين اذا اردت ان تسأل فيه بعد الدرس لو سمحت، عشان ده كلام طويل جدا. قال ليست بصفات زائلة على المعاني، وان الحق ألا حال. فبعض الأشاعرة قالوا لا، مفيش صفات معنوية، هو صفات المعاني نكتفي بها. واضح؟ وعليه فالوجود عين ذات الموجود ليس بصفة زائدة عليها، برضو صفة الوجود ليست قائمة بذاتها. وفي عده من الصفات تسامح زي ما قلنا كده، لأننا احتجنا إليها في التعليم باعتبار أن الذات توصف به في اللفظ، فيقال ذات الله موجودة لفظا، يصح أن أنا أقول ذات الله موجودة، فلذلك أتوا بها وجعلوها من الصفات. فليتأمل، ومعنى كون وجوده واجبا ألا يقبل الانتفاء. واجب الوجود يعني لا يقبل الانتفاء سبحانه وتعالى، ما ينفعش تنفي وجوده أزلا وأبدا. وجوده سبحانه وتعالى سرمدي وأبدي، أي لا يمكن عدمه، لما مر في تعريف الواجب ما لا يمكن للعقل أن ينفيه. ثم برهن على وجوده تعالى بوجود صنعته جل وعلا، دليل الإبداع الظاهر بأن كل أثر، أي لظهور أن العالم أثر أي صنع لما مر، العالم أثر لقدرة الله، الله أثر في هذا الكون فأوجده. من أنه حادث أي هذا الكون، وكل أثر يهدي بفتح الياء إلى مؤثر، مادام في أثر يبقى في مؤثر. ماشي؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، لابد أن يكون هذا لكل فعل فعل. قلنا إن هذا من الواجبات العقلية، العقل لا يمكن له أن ينفي هذا الواجب أبدا، وهذه هي المقدمة التي بها استدللنا على وجود الله، أي مؤثر أي يدل على صانعه، إذ لا يعقل صنعة بدون صانع، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. شرحنا حكاية الترجيح بلا مرجح ده إيه أكثر من مرة، وهو محال لما مر. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علي توضى كده من ملها، وصلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله 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 على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله